بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والخمسون. الببغاء. الببغاء طائر على قدر الحمامة. الببغاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طائر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قدر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع نعت لطائر. وقدر مضاف الحمامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. له لسان عريض وقوة على حكاية الأصوات. له شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم لسان مبتدأ مؤخر عريض نعت وحرف عطف قوة معطوف على لسان. على حكاية شبه الجملة في محل رفع نعت لقوة وحكاية مضاف الأصوات مضاف إليه. فالألف منه يحفظ كلام الناس ويعيده إذا سمعه مرة بعد مرة. الفاء حرف عطف الألف مبتدأ منه شبه الجملة في محل رفع نعت للألف يحفظ فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ كلام مفعول به مضاف الناس مضاف إليه. الواو حرف عطف يعيد فعل وفاعل هو مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل يعيد. سمع فعل وفاعل هو مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. مرة ظرف زمان بعد ظرف زمان مضاف مرة مضاف إليه وهو يختلف في اللون فقد يكون أحضر أو أصفر أو أبيض. الواو حرف عطف هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يختلف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو عائد على هو. في اللون جار ومجرور متعلق بالفعل يختلف. الفاء حرف زائد أو حرف عطف قد حرف للتقليل يكون فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع أخضر خبر يكون أو حرف عطف أصفر معطوف على أخضر أو حرف عطف أبيض معطوف على أصفر. ويكثر في غابات البلدان الحارة كالهند وأفريقية وأمريكية الجنوبية. الواو حرف عطف يكسر فعل وفاعل في غابات متعلق بالفعل يكسر وغابات مضاف البلدان مضاف إليه. الحارة نعت أول كالهند شبه الجملة في محل جر نعت ثان. الواو حرف عطف أفريقية معطوف على الهند مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الواو حرف عطف أمريكية معطوف على أفريقية الجنوبية نعت. وأحب الغابات إليه ما كان منها كسف الشجر أخضر الورق. الواو حرف عطف أحب مبتدأ وهو مضاف الغابات مضاف إليه. إليه متعلقان بأحب. ما اسم مفصول في محل رفع خبر المبتدأ كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع منها متعلقا بكان كسف خبر كان مضاف الشجر مضاف إليه وكان منها كسف الشجر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أخضر الورق خبر سال لكان. فتجتمع على أغصان الأشجار أسرابا كثيرة العدد تصيح وتصوت أصواتا مختلطة فيسمع لها ضجيج شديد. الفاء حرف عطف تجتمع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي على أغصان متعلق بالفعل تجتمع. أغصان مضاف الأشجار مضاف إليه. أسرابا حال كثيرة نعت مضاف العدد مضاف إليه. تصيح فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب حال ثان.
الواو حرف عطف تصوت فعل مفعل أصوات مفعول به مختلطة نعت الفاء حرف عطف يسمع فعل مضارع مبني للمجهول لها متعلق بيسمع ضجيج نائب فاعل شديد نعت وهو يعيش على أثمار الأشجار الواو حرف عطف هو ضمير منفصل مبتدأ يعيش فعل مفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على أثمار متعلق بيعيش وأثمار مضاف الأشجار مضاف إليه والكرز البري يلز له أكثر من سائر الأثمار ولا سيما بذره الواو حرف عطف الكرز مبتدأ البري نعت يلز فعل مفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ له متعلق بيلز أكثر نائب مفعول مطلق من سائر متعلق بأكثر وسائر مضاف الأسمار مضاف إليه الواو حرف عطف لا حرف لنفي الجنس سي اسم لا وخبر لا محذوف تقديره موجود وسي مضاف ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه بزر مبتدأ خبره محذوف تقديره هو بزره وبزر مضاف هو مضاف إليه والجملة الإسمية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب فإنه يضرب بمنقاره فينقره ويستخرج لبه في الحال الفاء حرف عطف إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والهاء هاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن يضرب فعل مفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن هو مفعول به بمنقار متعلق بيضرب ومنقار مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف ينقر فعل مفعل هو مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها الواو حرف عطف يستخرج فعل مفعل لبه مفعول به مضاف هو مضاف إليه في الحال متعلق بالفعل يستخرج ومنقار الببغاء قوي حاد قسمه الأسفل قصير والأعلى طويل معقوف على الأسفل الواو حرف عطف منقار مبتدأ مضاف الببغاء مضاف إليه قوي خبر أول حاد خبر ثاني قسم مبتدأ مضاف هو مضاف إليه الأسفل نعت قصير خبر المبتدأ والجملة الإسمية نعت لحاد الواو حرف عطف الأعلى أصلها قسمه الأعلى مبتدأ طويل خبر معقوف خبر ثان على الأسفل متعلقا بمعقوف وأما رجله فهي مفصلة إلى أصابع الواو حرف عطف أما حرف شرط رجل مبتدأ مضاف هو مضاف إليه الفاء حرف واقع في جواب الشرط هي مبتدأ مفصلة خبر والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول إلى أصابع متعلقا بمفصلة وللأصابع مفاصل لينة فيطويها كيف يشاء كما يطوي الإنسان أصابع يديه الواو حرف عطف للأصابع شبه جملة في محل رفع خبر مقدم مفاصل مبتدأ مؤخر لينة نعت الفاء حرف عطف يطوي فعل وفاعل هاء مفعول به كيف حال يشاء فعل وفاعل كحرف جر ما مستدية يطوي فعل مضارع الإنسان فاعل وما المستدية والفعل في تأويل مستر في محل جر بالكاف والجار والمجر متعلق بالفعل يطوي أصابع مفعول به مضاف يديه مضاف إليه ويدي مضاف هي مضاف إليه وبها يستعين على الصعود إلى الأشجار فيتعلق بمنقاره في غصن ويمسك برجله آخر ثم يجذب نفسه إلى فوق الواو حرف عطف بها متعلقا بالفعل يستعين يستعين فعل مفعل على الصعود متعلقا بيستعين إلى الأشجار متعلقا بالصعود الفاء حرف عطف يتعلق فعل مفعل بمنقار متعلقا بالفعل يتعلق ومنقار مضاف هي مضاف إليه في غصن متعلقا بيتعلق الواو حرف عطف يمسك فعل مفعل برجل متعلقا بيمسك ورجل مضاف هي مضاف إليه آخر مفعول به ثم حرف عطف يجذب فعل مفعل نفس مفعول به مضاف هو مضاف إليه إلى فوق متعلقا بيجذب
ولا يزال يرقى هكذا حتى يصل إلى رأس الشجرة. الواو حرف عتين لا حرف نفي. يزال فعل مضارع ناقص وهو من أخوات كان. واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يرقى فعل فاعل وجملة الفعلية في محل نصب خبر يزال. ح للتنبيه. ك حرف للتشبيه بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب حال وهو مضاف زاء اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. حتى حرف جر بمعنى إلى يصل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجر متعلق بيرقى إلى رأس متعلق بيصل ورأس مضاف الشجرة مضاف إليه. والببغاء يحب الاستحمام كثيرا. الواو حرف عتين. الببغاء مبتدأ يحب فعل فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. الاستحمام مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق. فلا تزال الببغاوات تطير في طلب الماء من غابة إلى غابة حتى تقع على غدير أو نهر فيه ماء صاف فتنزل تتبرد فيه زمانا. الواو حرف عتين لا حرف نفي. تزال فعل مضارع ناقص. الببغاوات اسم تزال تطير فعل فاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر تزال في طلب متعلق بتطير وطلب مضاف الماء مضاف إليه من غابة متعلق بتطير إلى غابة متعلق بتطير. حتى حرف جر تقع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلق بالفعل تطير على غدير متعلق بتقع أو حرف عطف نهر معطوف على غدير فيه شبه جملة في محل رفع خبر مقدم ماء مبتدأ مؤخر صاف نعت لماء أصله صافي. والجملة الإسمية في محل جر نعت لنهر. الفاء حرف عطف تنزل فعل فاعل تتبرد فعل فاعل والجملة الفعلية حالية فيه متعلق بتتبرد زمانا ظرف زمان. ثم تسعد وتجسم جميعها في الشمس تصفف ريشها بمناقيرها إلى أن تنشف. ثم حرف عطف تسعد فعل فاعل وحرف عطف تجسم فعل فاعل جميع توكيد معنوي مضاف ها مضاف إليه في الشمس متعلقا بتجسم تصفف فعل وفاعل والجملة الفعلية حالية ريش مفعول به مضاف ها مضاف إليه بمناقل متعلقا بتصفف ومناقل مضاف ها مضاف إليه إلى حرف جر أن حرف نصب تنشف فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بإلى والجار والمجرور متعلق بالفعل تصفف وعند الزهر عند اشتداد الحر تقصد الببغاوات مكانا ظليلا من الغابة لا تصيبه الشمس فتنام فيه على الأغصان نوما خفيفا. وحرف عطف عند ظرف زمان مضاف الزهر مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بتقصد عند ظرف زمان مضاف اشتداد مضاف إليه واشتداد مضاف الحر مضاف إليه. تقصد فعل مضارع الببغاوات فاعل مكانا مفعول به ظليلا نعت من الغابات شبه الجملة في محل رفع نعت ثان لا تصيب لا حرف نفي تصيب فعل مضارع هو مفعول به الشمس فاعل والجملة الفعلية في محل نصب نعت ثالث. الفاء حرف عطف تنام فعل وفاعل فيه متعلق بتنام على الأغصان متعلق بتنام نوما مفعول مطلق خفيفا نعت وعند العصر أو بعده قليلا تهب من قيلولاتها وترجع إلى السياح وتنتشر في طلب القود ثم تعود إلى الاستحمام. الواو حرف عطف عند ظرف زمان مضاف العصر مضاف إليه عند العصر شبه الجملة متعلق بتهب أو حرف عطف بعد ظرف زمان مضاف هو مضاف إليه قليلا ظرف زمان أيضا. تهب فعل فاعل من قيلولة متعلقا بتهب وقيلولة مضاف ها مضاف إليه. الواو حرف عطف ترجع فعل فاعل إلى السياح متعلقا بترجع. الواو حرف عطف
تنتشر فعل مفاعل في طلب متعلق بتنتشر والطلب مضاف القوضي مضاف إليه ثم حرف عطف تعود فعل مفاعل إلى الاستحمام متعلق بتعود وعند الغروب تبيت في جوف شجرة وتزدحم حتى يضيق بها المبيت الواو حرف عطف عند ظرف زمان مضاف الغروب مضاف إليه تبيت فعل مفاعل في جوف متعلق بتبيت وجوف مضاف شجرة مضاف إليه وحرف عطف تزدحم فعل مفاعل حتى حرف جر للتعليل يضيق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى بها متعلق بيضيق المبيت فاعل والمصدر المؤول من أنواع الفعل في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلق بالفعل تزدحم والمتأخر منها يتعلق بمنقاره ومخالبه بلحاء الشجرة حول المبيت طول الليل الواو حرف عطف المتأخر مبتدأ التقدير الذي يتأخر منها منها شبه الجملة في محل رفع نعت للمتأخر يتعلق فعل مفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ بمنقار متعلقا بيتعلق ومنقار مضاف هي مضاف إليه الواو حرف عطف مخالبه معطوف على منقاره مجرور مثله بلحاء متعلقا بيتعلق ولحاء مضاف الشجرة مضاف إليه أو بحرف جر زائد لحاء مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به للفعل يتعلق حول ظرف مكان مضاف المبيت مضاف إليه طول ظرف زمان مضاف الليل مضاف إليه والله أعلم بالصواب.